تنطلق العلاقات الأخوية بين سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة من أسس مشتركة وراسخة تؤطرها الروابط التاريخية والثقافية والاجتماعية والتعاون الاقتصادي، وتبلورت عبر سنوات ممتدة في عمق التاريخ في كل المجالات بما فيها السياسية والاستراتيجية والاقتصادية، وتعد نموذجاً لما ينبغي أن تكون عليه العلاقات بين الأشقاء وبما يلبي طموحات الشعبين الشقيقين. وتفردت هذه العلاقات منذ اللقاء الأول الذي جمع بين السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور والشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراهما بالتوافق في القضايا المصيرية المشتركة للشعبين الشقيقين في ميادين شتى، حيث شهدت تطوراً ملحوظاً وسطرت مفاهيم الإخاء والتآلف على مدى السنوات الماضية. وتتسم العلاقة بين سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة بالعمل المشترك لما فيه مصلحة شعبي البلدين. وقد سعت اللجنة العليا المشتركة بين البلدين التي تم تأسيسها في عام 1991 إلى تجسيد طموحات الشعبين الشقيقين ودفع وتعزيز سبل ومجالات التعاون والتنسيق بين الدولتين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والتربوية، والعمل على ربط شبكات الكهرباء والاتصالات وتنسيق خدمات النقل البري وإجراءات الانتقال بين الدولتين عبر مختلف المنافذ الحدودية، إلى جانب تعزيز فرص ومجالات الاستثمار المشترك بما يعود بالخير على الشعبين العماني والإماراتي في الحاضر والمستقبل. وقد أسهمت الجهود المشتركة بين سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة في تحقيق الكثير من طموحات شعبي البلدين، إذ تعد سلطنة عمان ودولة الإمارات أول دولتين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعتمدان البطاقة الشخصية وثيقة لتنقل مواطنيهما بدلا من جوازات السفر منذ عام 1993، وهو ما تم الأخذ به وتعميمه في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فضلا عن أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد الشريك التجاري الأول لسلطنة عمان وفقا لحجم الصادرات والواردات وتجارة إعادة التصدير بين البلدين. وتعد الشركات الإماراتية من الشركات الأكبر استثماراً في سلطنة عمان نظراً لسهولة نقل البضائع وانسيابية انتقال المنتجات الوطنية وحريتها بين البلدين عبر المنافذ البرية، فيما تشكل سلطنة عمان واحدة من أهم الأسواق للتجارة الإماراتية، حيث تأتي في المرتبة الثالثة عربياً والعاشرة عالمياً ضمن قائمة الشركاء التجاريين للإمارات، وتستحوذ على 20% من إجمالي تجارة الإمارات. وفي المجال السياحي تستقبل المنشآت السياحية في البلدين أفواجاً عديدة من السياح من الدولتين في ظل العديد من التسهيلات المقدمة في هذا الإطار، كما أن هناك العديد من الاستثمارات السياحية المشتركة التي أسهمت في استقطاب المزيد من السياح. إن العلاقات العمانية الإماراتية قائمة على روابط تاريخية تتوارثها أجيال الشعبين الشقيقين لترسم للمستقبل ملامح مغايرة تستند في تشكلها على ما يؤكد ديمومة التواصل في كل المجالات، خاصة في ظل الرؤى والأفكار التي تنبع من مبادئ اللغة والدين والأواصر. ترتبط سلطنة عمان مع دولة الإمارات العربية المتحدة بعلاقات تاريخية وجغرافية واجتماعية ودينية وسياسية واقتصادية وتجارية وسياحية واستثمارية، وعلاقات طويلة الأمد، علاقات مترسخة وثابتة وقوية، والتي بدأت منذ أكثر من 51 عاماً، حيث أسس هذه العلاقات المغفور لهم بإذن الله السلطان قابوس بن سعيد والشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ثم الشيخ خليفة بن زايد طيب الله ثراهم جميعا، واستمرت هذه العلاقات متينة يسودها الود والتفاهم والمحبة في العهد المشرق لجلالة السلطان هيثم بن طارق وأخيه سمو الشيخ محمد بن زايد،
وسوف تستمر على مر التاريخ لتشارك الدولتين والشعبين العلاقات الأسرية والقرابة والتواصل المستمر.